بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو هذا باش نوريكم، وريتكم الفيديو اللي فات كرباتير نورمال، تو باش نوريكم كرباتير سيمي انجيكسيون باش نفك يعني ننظفو. هذا مثلا تاع بونتو، تاع بونتو ان، بونتو ان وقت تتفك من سيارته يخرج على طرفي هيك، يخرج طرفي كما كتشوف فيه طرفي. طبعا الطرفين هذوما هنا فما تات انجيكتور، وهنا فما كور بابيون، وهنا فما سيسم الريجلاتير دالونتي، وهنا الحاجات المهمة تاع نوريك نصبو عليها شوية سونس. هذا مسخ كتير، نعملو ساعة تنظيفة الكل قبل ما نفكوه، نكملو نفكوه، نعملو تنظيفة جينيرال قبل ما نفكوه. ندخلو ديما هنا الشيفون، هذيك البيت نتاع الاكسيلاتير المهم يلزمها تكون نظيفة. شفتوا الأوساخ اللي خرجت منه النيسونس ولا لا؟ عملوا تنظيفة جينيرال هكاك قبل. هذه اي واحد يعني يقدر يعملها، يعني اي واحد ينجم يعملها. كرباتير سيمي انجيكسيون ما فيهاش حتى خطوره في تنظيفها، لي سامبل او كمان عملنا هذه التنظيفه كلها. نجيبوا المفتاح اللي هو لازمنا باش اول ما نفكوا الانجكتور. الانجكتور نتاعنا اللي بشي اللي هو هذا اللي يعطي ليسونس للمحرك، نفكوه. يعني اللي يحب يفكه اللي يحب ما يفكاش، يعني هذا مش مهم ياسر فكانه، مش مهم بالنسبه للسياره، لان يا يشتغل يا ما يشتغلش، ما فيش حاجه اللي هي باش انما مش نوريكم كان فكانه كيفاش. أول مرة يفك البولون هذا، نرموه في ليسونس هو وال هو وال السكور نتاع اللي كان شاد هذايا. هذايا حتى واش نجيو لهذايا ندوروه تدوير، كي نجيو نفكوه ندوروه، ما نخلوش، ما نجموش نبدو، لازم ندوروه شوي شوي شعره شعره، نحاولو ندوروه شعره شعره، ناخذوه شوي الفوق بال التورنيفيس شعره شعره، ما نقووش عليه على خاطر ينجم يتكسر. واحدة واحدة كاكا نح. هو فيه فلتر هذا، علاش فكيت انا؟ لان ممكن يكون الفلتر هذا ما خلطوش مع الليسونس المسخ، وفيه جوان فلتر وجوان توليك، هذاك زوز رد بالنا منهم. هذا نحطه على جنب باش ما نحطوش في الليسونس المسخ، لان يزيد يتمسخ. نظفوا مكانه، هذا نظفناه، ننفخوا في زوز أماكن هذوما، نشوفوهم مسرحين ولا لا. نجيو لهذا المهم أكثر شيء، هو هذايا مهمته هنا، لازم تكسيلاري هكا على الآخر، وتشد الفيشة، تشد المانات نتاع الكسيلاتير، وتحاول تدور الفوشة في وسط الداخل، ومن هنا كذلك. هذايا الكسيلاتير هو أفون.
الحاجة المهمة اللي في الكربتال هذا بالذات اللي هي ديما فيها مشاكل هو رجالتال ديرانتي. هذه رجالتال ديرانتي تمسخ والكهرباء طولي هي تكسيلاري وحدها هي تسكت يعني تبدأ من المخرج. نفكه أهم حاجة في الكربتال هو هذا الكربتال سيمي انجكسيون تو موديل اسمها تو موديل اللي هما اكسيلاتير بالكابل. طبعا بعد نفهمكم شمعناتها اكسيلاتير بالكابل شمعناتها اكسيلاتير الكترونيك. فما يعني ناس تتساءل على يقول لك كليو بالكابل وكليو لا. طبعا بعد نفهمكم فيها شمعناتها كليو بالكابل شنو هما. هذه بونتو توا نشرح فيها. هذه بونتو هما يشبهوا لبعضهم هما الأغلبية كلهم فيهم شبه من بعضهم لأن لا ميم فونكسيون يعني نفس العمل. فك أول مرة كاسح بالنسبة اللي ما يعرفش البنات انا اللي تركها في مكان هذه وكذا يحطهم على جهة كل واحد وحدها باش ما يتخلطولاش لان هذا اطول من الاخرين. اما انا نعرفهم حطيتهم نحطهم في ليسونس. اللي ما يعرفش ما يحاولش يخلط باش ما بعد ما يحلش ما يحطش يعني بونو مكان بونو. اون فا ديمونتي السارتير اوتوماتيك بور نيتوي. سامحوني راني نتكلم شوية بالفرنساوي رغم اللي الفرنساوي متاعي قليل لكن فما اخواتنا في المغرب في الجزائر في فرنسا زي ما يقولوا يحاول فهمنا شوي بالفرنسي. سا سابيل ريجيلاتير درونتي او ستارتير اوتوماتيك كل واحد شوي يسميه. هذا مهم يعني في الكربيراتير سيمي انجكسيون. نحاول نفكوها بشوي بشوي لان زي الاخرى هنا. ما نقوش عليها لان تبدا شده الكرم مسخه نجيبه من الجهه الثانيه باش ما يصيرش ديكالاج هكاك. نحاول نفكوها بشوي بشوي فكيناها. هنا هذه اش فيها؟ هذه فيها اللي تاع هذه شفت الوسخ اللي هذا الموجود هذا هذا يمنعها من تكون تخدم يعني مريقلة الرونتي نتاعها. فهي هذه مهمتها تقص تطلع وتخرج في يعني تريقل الرونتي يعني تخدم مع الكارت. نجو نظفوها هذه كل ما تخافش من هذا كل يعني الكترونيك ما يدخلش الليسونس ما عنده حتى مشكلة. مكانها نحاولوا ندخلوا له حاجة يعني ندخلوا صبع هيك على حاجه باش ما ننظفها لان مكانها هو المهم اكثر شيء. او ندخلوا الفوشه ونشوفوا الفوشه جويده او ندخلوا اشطار الفوشه هذه لان مكانها هو المهم. قلنا هذوما الحاجتين اللي مهمين في هو هذه الكور بابيون اللي هي تسد وسخ واللي رجلها تهدرونتي اللي هي تشد الوسخ. هذوما زوج الحاجتين اللي مهمين في الكربيتر سيمي انجكسيون. هذه مش مهمة لأن هذه عندها ريجلاج بالكسيلاتير. هذوما كلها تقول المكونات نتاعنا تاع الكربيتر. باش نحاولو نجيبو باسينة أخرى نضيف هذيا نبدلولها ليسونس نتاعها لأن باش نبدو نركبو نفكو الحاجات هذوما نفرغوهم من الباسينة.
ليسونس هذايا ما نوزعوش في الرجارة ولا حاجة، لأن ضد البيئة مش باهي، نحطوه في دبوزة ونستعملوه مثلا واحد باش يشعل كانون باش يعمل حاجة ما باش ما يلوش البيئة. شوفوا الوسخ اللي نحيناها من الكربيتر، شوف الوسخ أكحل وسخ يعني كلها، هذه خرجت من الكربيتر هذاك، باش نبدلوه تو نغيروه بنيسونس نظيف، وانا نجيبو الاحسن شويه دي ليون ونخلو الباسين هذه فرغ مثلا، ولا مش لازم نبدلوه هذا، نجيبو شويه دي ليون نظيف هذا، جبنا شويه دي ليون نغسلو هذه، نحاولو يا اما نوقفو البوشون ولا نعملو هكا باش ما يخرج منا برشا، يعني تنصميس شويه شويه بركه بدي ليون نحطو على جنب هذايا كيف كيف، شويه شويه دي ليون هكا نخلي دي ليون يشيح فيسه ونحي البرشا، هذايا كيف كيف نجيبو شويه دي ليون كيف كيف نحطو على جهه، هذايا نغسلوه بدي ليون مزيد شويه على خاطر هكا، توا نظفنا الحاجات نتاعنا اللي هو نتاع كذا. هنا نجيبو اي بوتاي هكا ولا حاجه نحطوه فيها باش من نلوحوش في الرقاق، نستحفظ عليه ممكن نصفوه ونعملو بيه حاجه اخرى. نصب عليه شوية صوص، صبينا عليه شوية صوص أخضر نظيف، ونزيدو ننظفو، نحطو هنا على خاطر، هذا خلوه على جنب، سحقوه مرة أخرى، ننظفو الباسينة نتاعنا، شيفونا. ونحط المكونات بتاعنا اللي هما الصغيرين هذوما باش يظهروا باش يظهروا في الكاميرا اكثر باش نجم نفهمكم اكثر، نخلي الكبار للبر. عندنا احنا اللي فكيناه عندنا ريجلاتير درونتي اللي هي هذه، لازم يكون راسها هكاك نظيف وعندها جوان هنا جوان توريك، هذه الجوان هذا لازم يكون موجود، رجعوها مكانها، لازم ما تجيش هكا مقلوبة، لأن كان تجي مقلوبة تركب هي، لكن الفيشة ما عادش تنجم تركبها، ركبوها الفوق الفيشة باش تنجم تشدد مكانها، ناخذ زبونات هذوما الطوال، هذوما نتاعها هي، نحطوها على الاخر ومن بعد نجيو هذه عاملين لها كاله، لان كانت تمشي بالغاز وهذه اكبر غلطه، كانت تمشي بالغاز وهو السيد تو ما يستعمل في الغاز، لكن تولي هذه فيها نقب تدخل التراب مع الموتور، تدخل التراب الموتور يعني وتقضي عليه تفسد، هذه كاله نحوها نفكوها ما نخلوهاش راكب، انا تو فخ بها وانا ركب فخ بها وانا ركب نلقاها كلام تاع غاز، ونثبت فيها نلقاها كلام تاع غاز، ردوا بالنا هنا شويه جوا مقطع بعد نعملوا شويه كول، نرجعوا الانجكتور نتاعنا، الانجكتور نتاعنا هذه فيه جوا ملوطه بالكل، ردوا بالنا منه هذاك لان ينجم يسبب لنا في مشكله من بعد اذا كان ما يجيش مكانه بالضبط، ونرجعوا نستعملوا البوانتو نتاعنا هذايا وندوروه باش نشوفوه شد مكانه ولا لا، في حالة إذا كان يعني هو الخيط لازم يكون مقبل هنا المكان الخيط، في حالة إذا كان أنت شغلت السيارة ولقيت فما ليسونس ينزل بكثرة من هنا معناتها راه الجوان هذاك مش في مكان،
تعود تفك وشوف. نرجع الوهن تاعنا. نكبسوا مليح وخلوا في الاتجاه نتاع الخيط اللي هو منين باش يجينا الخيط، الخيط يجي من هنا. ركبنا مليح شوية كول أو جراس أو حر مش الجوع يشد مكانه ما يهربش وقت اللي أنا نركب النقطة فوق منه. شوف مش خلاص ما يخرجش هواء، حطوه هنا مكانه. وهذه هي الكالة متاعنا اللي هي مكانه، وعندنا النص الثاني. ان هذه ما يركبش غلط، ان هذه تجي في هذه ما تنجمش تركب غلط. ندخل مكان ثبتوا في الجوع هنا لاباس، شاد مكان هكا. تو نكون سكرنا الكبات هذي، عملنا له اللازم، نظفناه سكرناه. بعد هذه عامية عملتها بين الفكان والتركيب. طبعا بعد نوريكم كيفاش نركبوا فيه، نرجعوا في سيارته كيفاش نخدم وكيفاش نشوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا في التركيبه الاولى نتاع التركيبه الاولى نتاع نتاع الريجيلاتور الرونتي قلت لكم تكون قبل الفوق، لا انا هي عكسي، انا اسف يعني غلطت. هي لازم تكون اللوطه، كي جيت نركب فيها في مكانها لقيتها الفيشه ما تركبش، يعني هذا الاولاني هذاك غلطه مني انا. يجي الفيشه لازم تكون من قبل اللوط، يعني تكون لتحت باش الخيط يجي صحيح. انا شفتها بال بانت لي كان بانتني كان لها صحيحه، هي كانت غلطه. سبحان الذي لا يسهل. عاود ركب، عاود صلح السونا وحطيناها مكانها الصحيح وطبعا. طبعا نحاول نصلح في الفيديو كان نصلح هذاك صحيح مكانها، لازم هي تكون مقبله اللوطه. هذه في مكانها كما هي، هذيك نتاع الفيش نتاع الهواء، وهذه تكون مقبله لهنا نتاع الانجكتور.